قبيل يومين من انطلاق الحوار الاستراتيجي، جدل مستمر بشأن بقاء القوات الأمريكية. الاقتراض خيار على طاولة البرلمان، ومستشار الكاظمي يؤكد الحاجة إلى 7 تريليونات شهرياً. بعد يوم من حصيلة ألفية، العراق يسجل انخفاضاً مستغرباً في أعداد مصابي كورونا. تصريح متناقض للصحة العالمية، الحاملون لكورونا ولم تظهر أعراضها عليهم لا ينقلون العدوى. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من UTV، أهلا بكم. أقل من 48 ساعة تفصل العراق والولايات المتحدة عن الجلوس على طاولة الحوار الاستراتيجي، والذي أثير بسببه جدل سياسي على مدى الأشهر الماضية في البلاد. فبحسب ما أعلنه هشام داود المستشار الخاص لرئيس الوزراء، فإن 11 من الشهر الحالي سيكون موعدا رسميا لانطلاق الحوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. لجنة العلاقات الخارجية النيابية أكدت أن الفريق التفاوضي العراقي سيتألف من 5 شخصيات ومن وزارات مختلفة، أبرزها الخارجية والدفاع والنفط والمالية والداخلية، مبينة أن الاجتماع سيحدد مصير القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي العراقية، كما أنه سيناقش جوانب أمنية واقتصادية وصحية ومالية، إضافة إلى النقل والتكنولوجيا والتعليم. أما الجانب الأمريكي فإن أبرز أعضاء فريقه التفاوضي هم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة فرانسيس بانون، والسفير الحالي للولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر. أكدت كتلة السند الوطني أن الحوار الاستراتيجي المرتقب عقده مع واشنطن لن يتضمن أي مفاوضات، إنما هو حوار بين الخارجية العراقية والخارجية الأمريكية، ويجب أن يبنى على قرار مجلس النواب إخراج القوات الأجنبية من العراق. أولا، هي ليست مفاوضات في الحقيقة، هو حوار كما أعلن عنه، هو حوار بين الخارجية العراقية والخارجية الأمريكية. هذه الحوارات أو هذا الحوار يجب أن يبنى على أساس ثابت، وهو قرار مجلس النواب فيما يتعلق بخروج أو إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق. فيما يتعلق بالاتفاقية الإطار الاستراتيجي وتفعيلها، ذلك أمر آخر تتحرك به الجهات، الوزارات المعنية والجهات المختصة، سواء كانت الدفاع، الداخلية، وزارة التعليم العالي، كل الوزارات المعنية. أما فيما يتعلق ببقاء القوات الأجنبية من عدمه، فنحن قرارنا واضح، قرار مجلس النواب والذي صوت عليه المجلس في أول كانون الثاني الماضي، واضح بإخراج جميع القوات الأجنبية. إلى ذلك، أكدت كتلة سائرون النيابية أن بقاء القوات الأمريكية وقواعدها في العراق يعد انتهاكا للسيادة وخطرا على المسؤولين والمستويين الداخلي والخارجي، داعية إلى تجنيب البلاد الدخول في الصراعات الإقليمية. هذا الموقف الثابت لتحالف سائرون مبني على قناعة راسخة بأن بقاء القوات الأجنبية وقواعدها العسكرية على الأراضي العراقية يعني انتهاكاً للسيادة العراقية وخطراً على المستوى الداخلي والخارجي، وإننا نرفض أن يتحول العراق إلى ساحة صراع دولي وتزاحم سياسي وتدافع مصالح دولية لا ناقة له فيها ولا جمل. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عامر الفايز. مرحبا بك يا سيد عامر. بداية، حتى هذه اللحظة النقاط ليست واضحة للحوار الذي سيجرى بين بغداد وواشنطن، كلجنة علاقات خارجية هل لك أن توضح لنا أبرز النقاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بدأ أحييك وأحيي جميع ضيوفك ومشاهدي القناة الكرام، أهلا بك. في حقيقة الحال إن الذي سيجري يوم 11 من الشهر الثاني هو لقاء بين وفد عراقي مشكل ونظيره من الأمريكان لإجراء حوار وليس مفاوضات. نعم. حوار حول اتفاقية موجودة أصلا، اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، التي تتضمن تعاون في كل المجالات الاقتصادية
والسياسية والأمنية والدفاعية والصحية والثقافية، يعني ملفات متعددة وخدمات والأمن بين العراق والولايات المتحدة. هذا الحوار سيجري وهو ليس مفاوضة كما قلت لمناقشة بعض بنود هذه الاتفاقية وتفعيلها، وعلى ضوء قرار مجلس النواب لإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. لكن ربما هنالك وجهة نظر أمريكية، هي أساسا الولايات المتحدة تريد أن تخرج قواتها من العراق لأن هنالك ضغط من الداخل، يعني الرأي العام الداخل الأمريكي، وأن ترامب أوعد الأمريكان بأنه سيعيد الجنود إلى أهاليهم. لكن هناك رأي لدى الأمريكان ولدى بعض الدول الأخرى الأوروبية مثلا، إذا يستوجب بعض الأمور كلوجست أو دعم أو بقاء قوات قليلة غير قتالية. طيب بين هاتين الرؤيتين سيد الكريم، من مصلحة العراق أن تبقى هذه القوات لزمن معين وتتم الجدولة فيما بعد حتى تساعد العراق بالقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي في العراق؟ في الحقيقة العراق قضى على تنظيم داعش بجهوده الذاتية. نعم كان هنالك مساعدة لوجستية من قبل الاتحاد الدولي على مستوى الطيران، وكذا كان لهم تعاون من الجانب الإيراني على مستوى فتح المخازن وتجويد السلاح، قسم منه تبجانا قسم منه بيعا. كان العراق وحده في الساحة، والآن أصبحت الحرب تختلف عن الحرب السابقة. كانت حرب عدو مواجهة في أرض مسيطرة عليها من قبل العدو، أما اليوم خلايا نائمة ومجموعة هنا ومجموعة هنا. العراق يستطيع أن يقاوم هذه، لكن أيضا يحتاج إلى جهود الولايات المتحدة على اعتبار أن هذا التنظيم هو متشعب في دول الجوار أيضا وليس في العراق. هذا يستوجب تعاون أمني وتعاون استخباراتي للقضاء على كل هذه الأمور. عضو لجنة العلاقات الخارجية نائب عامر الفايز، شكرا جزيلا واعتذر منك لضيق الوقت. تحطمت أجزاء من طائرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي أثناء هبوطها في قاعدة تاجي شمالي بغداد، وأظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لسقوط طائرة من طراز 130 تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة تاجي الجوية، فيما أكدت مصادر أمنية أن الطائرة تابعة لقوات التحالف الدولي وأنها من ضمن السرب الموجود في قاعدة تاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد. ومن جانبه أكد التحالف الدولي في العراق أن حادث اصطدام طائرة للتحالف في قاعدة التاجي الجوية جاء نتيجة خلل فني وليس نشاطا معاديا. وقال المتحدث باسم التحالف مايلز كيغنز في بيان له أن الطائرة تخطت المدرج واصطدمت بجدار في القاعدة الجوية، الأمر الذي أدى إلى تضرر هيكلها واشتعال النار فيها، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق وأنه تسبب في إصابة 4 من أصل 16 كانوا على متنها وتم نقلهم لتلقي العلاج. أمنيا أيضا، قالت خلية الإعلام الأمني أن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي من دون أن تذكر إن كان الحادث أوقع خسائر أو تسبب بتعطيل في حركة المطار. وقالت الخلية في بيان أن الصاروخ انطلق من منطقة عرب خضير جنوبي مطار بغداد، مضيفة أن القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا الفعل الإرهابي. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سعي حكومته إلى الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل بأقصى جهود لتلبية تطلعاتهم. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء إن البلاد أمام مرحلة تحدي حقيقية نتيجة الأزمات الكبيرة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي تعمل عليه حكومته يؤسس واقعا جديدا لا يتأثر بالمتغيرات ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح.
سياسيا أيضا أكد رئيس ائتلاف المحافظات المحررة خميس الخنجر أن العراق لا يمكن أن يحكم من طرف واحد وإنما يحكم من قبل الجميع. وفي كلمة له خلال مؤتمر عشائري في ديالى قال إن ما يمر به العراق اليوم من تقارب بين قادته هو بداية للطريق الصحيح وخطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي. هذا البلد ما يحكم طرف واحد، هذا البلد يحكم من الجميع. الكل توصلت أننا لا نستطيع أن نحكم لأي جهة لوحدها. اليوم أكو حالة من الانسجام، أكو تقارب بين أكو ثقة بين عدد من القادة من مكونات الشعب العراقي، في ثقة، في مشاكل كبيرة مثل ما تعرفوها، لكن إن شاء الله بدينا البداية الحقيقية اللي نمشي بيها من أجل إصلاح كل الأخطاء اللي حثت من 2003 إلى الآن. يعتزم مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية يوم غد الأربعاء للتصويت ومناقشة عدد من القوانين والتي من ضمنها الاقتراض المحلي والخارجي. وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس فإن جدول أعمال الجلسة سيتضمن التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لموازنة 2020 وتقديم القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الزراعة والمياه والأهوار بشأن تسويق محصول الحنطة. هذا وقدمت اللجنة المالية النيابية مقترحا لحل العجز الحالي في تأمين الرواتب، مرجحة أن الأزمة المالية التي يشهدها العراق لن تستمر أكثر من أشهر لأن أسعار النفط في ارتفاع. مقرر اللجنة أحمد الصفار قال إن حل العجز في تأمين الرواتب ممكن عبر مقترحين: الأول طرح سندات خزنية مؤقتة بأربعة تريليونات دينار شهريا، والثاني الاقتراض من المصارف الحكومية لتأمين الرواتب. أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن استقطاع رواتب الموظفين سيكون 10% وسيبدأ التنفيذ هذا الشهر في حال إقراره. وقال صالح إن سلم رواتب الموظفين الجديد سيقدم في غضون 3 أشهر إلى 4، مضيفا أن العراق بحاجة إلى 7 تريليونات دينار شهريا وتسمى الأساس الحرج بحسب قوله، وذلك لتغطية نفقات الرواتب والشركات المتوقفة ورواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية وشراء الأدوية ودفع خدمات الديون الداخلية والخارجية. تعافى اقتصاد القطاع الخاص في العراق بنسبة 80% مقارنة مع المستوى الاقتصادي بمرحلة ما قبل كورونا بحسب ما أكد موقع العراق بزنس نيوز البريطاني. الموقع وفي تقرير له أشار إلى أن قرار إغلاق المنافذ الحدودية كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا دعم مبيعات السلع المحلية بشكل ملحوظ، مضيفا أن الحكومة تتخذ إجراءات لوضع قوانين للتعامل بصرامة أكثر مع السلع المستوردة لتعزيز مبيعات المنتج العراقي. اقتصاديا أيضا كشف تقرير دولي عن تمسك العراق بإبرام عقود مع دول الخليج لتزويده بالطاقة الكهربائية على الرغم من إبرامه صفقة مع إيران مدة 2 سنين لاستيراد الكهرباء. موقع المونيتور الأمريكي نقل عن مصدر في الحكومة العراقية قوله إن البلاد بحاجة إلى 2 سنين لوضع شبكات كهربائية تمهيدا لصفقة الإمدادات مع الخليج. المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه عرج على موضوع الغاز بالقول إن الحكومة الإيرانية على علم بأن العراق سيباشر باستخراج الغاز في غضون الأشهر القادمة لتخفيض اعتماده على الطاقة الإيرانية. نشرتنا مستمرة مشاهدينا الكرام وفيها بعد الفاصل. في ذكراها 6 يو تي في تفتح ملف الموصل والقصة الكاملة لسقوطها.
ست سنوات مضت على سقوط الموصل، حقبة أرخت لتاريخ لم تعد بعده المدينة كما كانت. فالموصل القديمة لم يتبقى منها سوى أطلال لمدينة اندرست وضاعت ملامحها الثقافية والتاريخية وحتى الحضارية. 9 حزيران يوم الانسحاب الأكبر لثلاث فرق عسكرية كانت مكلفة بأمن المدينة والتي يسكنها نحو 2 مليون شخص، حيث تركت قوات الأمن أسلحتها من دون أي قتال وأخلت مقرها في منطقة الموصل الجديدة وحي الرسالة، ثم تتابعت الانسحابات فرقة بعد أخرى. كيف حدث ذلك ومن المتسبب في سقوط الموصل؟ ملف على طاولة نشرات يو تي في بحثا عن الحقيقة. إذن في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات لم يكن الموصليون يعلمون أن قدرا مخبأا سيفيقون عليه بعد 24 ساعة يكون منعطفا تاريخيا يغير معالم مدينتهم وديمغرافيتها. كيف سقطت الموصل وما التسلسل الزمني للأحداث؟ نتابع مع الزميلة سهام فضل الله. مرحبا. كان صباح 10 حزيران 2014 مختلفا في حياة الموصلي والموصليين. المدينة استفاقت على انسحاب كامل للقوات الأمنية المكلفة بحفظ أمنها، تاركة المدينة وسكانها في مواجهة مباشرة مع تنظيم داعش الإرهابي. الحكاية بدأت في 5 حزيران غداة تكثيف عناصر تنظيم هجماتهم على النقاط الأمنية التي كانت موجودة في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق كثافة، لتتخذ قيادة عمليات نينوى قراراً بحظر شامل للتجوال. نقطة التحول كانت في 6 حزيران من العام نفسه، حين اقتحم عدد من عناصر داعش المدينة من جهتها الغربية، تحديداً من مناطق مشيرفة و17 تموز والهرمات وحي يتنك والعريبي. عناصر من الفوج 7 في الشرطة المحلية اشتبكوا مع عناصر التنظيم في معارك كر وفر تخللتها تفجيرات سيارات مفخخة. 3 أيام من المعارك من دون أن تتلقى القوات الأمنية أي مساعدة من قيادة العمليات، أدى إلى انهيارها وفتح الباب أمام انهيارات متلاحقة. 7 حزيران بدأت فيه حركة نزوح داخلي من أحياء عدة في الموصل. قيادة العمليات حينها أكدت أنها استعادت السيطرة على 90% من المدينة بعد قصف الجيش المناطق التي سيطر عليها المسلحون. استمرت الاشتباكات في 8 حزيران بين عناصر التنظيم والقوات الأمنية التي نفذت قصفاً على المناطق التي يسيطر عليها المسلحون. وجاء 9 حزيران يوم الانسحاب الأكبر لثلاث فرق عسكرية كانت مكلفة بأمن المدينة التي يسكنها نحو 2 مليون شخص، حيث تركت الشرطة الاتحادية أسلحتها من دون أي قتال وأخلت مقرها في منطقة الموصل وحي الرسالة، ثم تتابعت الانسحابات فرقة بعد فرقة. في 10 حزيران كان كل شيء منتهياً. المدينة التي عانت طويلاً بعد عام 2003 وجدت نفسها تحت حكم جديد وعهد جديد بعد انسحاب نحو 50,000 مقاتل وهروب القيادة السياسية منها، ولم تستفق من هذا الكابوس إلا بعد أن نزف أبناؤها ودمرت بناها وشرد أهلها. كانت هذه قصة سقوط الموصل في يد داعش الإرهابية، ولنا عودة لمتابعة ما بعد السقوط. أما الآن فنتابع بقية أخبارنا في النشر. شكرا سهام. إذن ملف سقوط الموصل ما يزال يلفه الكثير من الغموض في وقت لم يحاسب فيه المقصرون والمتسببون، ولا من أعطى الأوامر بسحب القوات الأمنية. نتابع. قبل 6 أعوام وفي هذا اليوم وبالمكان ذاته الذي أقف فيه، سقطت مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، وسلمت محافظة نينوى بكامل شعبها ومؤسساتها وثقلها السياسي والاجتماعي
للتنظيم الإرهابي. ليلة السقوط المدوية انسحب القادة العسكريون ومن ورائهم 50,000 جندي من تشكيلات القوات العراقية كافة، وتركوا المدينة لبضع مئات من مقاتلي التنظيم في حادثة ما تزال لغزا حتى هذه اللحظة. يعني بيتي ما يبعد، هاي المنطقة ما يبعد 400-500 متر عن مكان الانفجار، وعشناها ليل الأيام كلها، كان أكو مقاومة. لكن السؤال، ثلاث فرق عسكرية تنسحب بسبب انفجار واحد، هذا الانفجار كان حجة. قبل أن نقول أن الموصل سقطت بيد التنظيم، هي سقطت عسكريا لكن الموصل بيعت. مقاولون وتجار وساسة وقادة عسكريون أكدت لجنة التحقيق في سقوط الموصل تورطهم في هذا الملف، لكن التحقيقات التي استمرت عدة أشهر لم تصل إلى نتائج حقيقية ولم تكشف المتورطين الحقيقيين عن سقوط المحافظة. صار تسويف وصار مساومات وصار ضغوطات، يجب أن يحاكم هؤلاء، كل على ذنبه وكل على من أصدر القرار. هذا الأمر أنا أعتقد أنه حتى لو طال فيه الوقت لن ينسى عند العراقيين. آلاف الأبرياء راحوا ضحية لصفقة سقوط الموصل، وأضعافهم ممن نزحوا وهجروا، وآخرون بيعوا وسبوا وصودرت ممتلكاتهم ونفوا، فيما لا يزال من تسبب في مأساتهم وفواجعهم يتمتع بالنفوذ والحصانة والسلطة. 35 مسؤولا أدانهم التقرير النهائي لسقوط الموصل، لكن لم يحاسب منهم أحد باستثناء بعض الضباط الذين حكموا بالسجن المخفف. أما من كانت لهم اليد الطولى في ضياع ثلث العراق فما يزالون طلقاء. من الموصل، محمد سالم، UTV. للحديث عن أسباب سقوط مدينة الموصل ينضم إلينا عبر سكايب محافظ نينوى الأسبق أثير النجيفي. مرحبا بك سيد أثير، بداية بوصفك محافظا لنينوى وقت سقوط الموصل، نود منك معرفة حقيقة مهمة، كيف سقطت الموصل ومن المتسبب بسقوطها؟ يعني طبعا الحديث عن سقوط الموصل واجتزاؤه بهذه المعركة، أيام المعركة اللي كانت، هذا يعني أنا أعتبرها بساطة في تقييم الأمور، لأنه نعرف أنه كان هناك جملة من الإجراءات سبقت ومهدت لعملية هذا السقوط، عملية سقوط الموصل بالداعش، أو بالأصح كما قالوا تسليم الموصل إلى داعش، عملية هزت العالم كله، وبالتالي هي ليست فقط عملية محلية، عملية لها بعد إقليمي، لها بعد دولي، ولكن من الناحية العملية المحلية كان هناك تعاون قيادة عمليات نينوى من قبل الأجهزة الأمنية في إدخال داعش إلى الموصل قبل سقوطها. يعني من يوم 5/6 داعش كانوا متجمعين خارج مدينة، لم تقبل قيادة العمليات أي وقت، كانوا متجمعين، كان يكفي طائرة واحدة وقصف واحد في هذه القضية. لكن الخطة اللي كانت متبعة لدى قيادة العمليات هو سحب داعش إلى داخل المدينة ومقاتلة داخل. هذه القضية على عكس كل ما تفهمه، كل القيم العسكرية، كل المفاهيم العسكرية تقول أن دفع المقاتلين مقاتلته المهاجمين ومقاتلة خارج المدينة وليس داخل المدينة، وتصرف العكس وسحبهم إلى داخل المدينة، ثم بدأوا بالسحاب أمامهم تدريجيا لمدة 3 أيام دون أن يكون هناك معارض حقيقية، لم تكن هناك معارض حقيقية، وإنما فقط قناصين، وأمام هؤلاء القناصين كان قوات خصوصا الشرطة الاتحادية تنسحب تلقائيا يوم بعد آخر حتى حدث التسليم الكامل لمدينة. طيب سيد أثيل، كمحافظ لنينوى، كل هذه التفاصيل التي تحدثت بها معلومات مهمة قدمتموها لحظة هذه لحظة السقوط، قدمتموها للقيادة العامة للقوات المسلحة، أوردتم لهم هذه التفاصيل، وكيف كان الرد؟ بالتأكيد نحن من اليوم الأول لهذه العملية أنا تواصلت، طبعا المالكي ما كان يجاوب على تليفونات ولا يقبل الاتصال، بل بالعكس كان يعني يعتبر أنه التواصل معنا غير مقبول، فكنت أتواصل مع وزير الداخلية اللي وكالة السيد عدنان الأسدي، وأتواصل مع مكتب القائد العام
كان مدير مكتب حقوق الأعاجي، كنت أتواصل معهم ساعة بساعة. أول تواصلي يعني بعد أن دخل الداعش إلى الموصل، وفي أول مكالمة معهم كان عندهم فكرة بأنه ليس هناك أي شيء، لأن قيادة العمليات قدمت لهم تقرير على أن الأمور تحت السيطرة، وهذه إشاعات، وداعش ما دخلت إلى أي منطقة في الموصل، ومبالغات تقوم بها المحافظة. وبعد ذلك طلبت منهم في يوم 7 طلبت منهم إرسال قوات إضافية. نعم. وإذا ما كو إمكانية لإرسال قوات إضافية على الأقل قدمت هذا الطلب إلى وزير الداخلية. وزير الداخلية يعني قال جاوبني بأنه المالكي رفض هذا الطلب، وقال القادة العسكريين يقولون بأنه ليس هناك حاجة لمثل هذه الاستعانة. وأيضا طلبت من فاروق الأعرجي أنه إبلاغه بضرورة إرسال قوات من بغداد إذا ما يقبلون بدخول البش. وأيضا كان جواب المالكي بأنه المحافظ شخصية مدنية لا تعرف ما هي المعطيات العسكرية، ونحن نعتمد على الضباط اللي عندنا الموجودين هناك، خصوصا أنه هو أرسل قادة الجيش العراقي كلهم إلى الموصل، وكان يقول أنه هو يعتمد على تقاريرهم ولا يعتمد على تقييم المحافظ. طيب، إذا ما تحدثنا سيد أثيل عن أيام التحرير، أيام تحرير الموصل، الخطة التي وضعت في المعركة كان هناك يعني حسب المعلومات شبه إجماع عن رفضها، وقالوا إنها يعني إن صح التعبير وفاشلة. يعني السؤال الأبرز الآن لحضرتك، لماذا طبقت إذن؟ هو يعني حتى تفهم لماذا سقطت الموصل يجب أن تستكمل الصورة وترى كيف تحررت الموصل. نعم. لأنه يعني أنا في تقديري ومن اليوم الأول لسقوط الموصل وأثناء خروجي من الموصل، وكان معي السيد خالد العبيدي وزير الدفاع بعد ذلك، سألتوني سؤال، قلت له ما هو أسوأ سيناريو تتوقعه راح يصير بالأحداث؟ قال لي ما أعرف. قلت له أسوأ سيناريو الإيراني هو الذي يأتي لتحرير الموصل. أنا في تقديري منذ اليوم الأول طريقة سقوط الموصل أو طريقة تسليم الموصل بيد داعش هو تمهيد ليس فقط لسقوط الموصل، وإنما لانهيار الجيش العراقي وإنشاء فصائل موالية للثورة الإيرانية في العراق، تقوم هي بالاستيلاء على كل شيء في العراق وبناء منهج الثورة الإيرانية في العراق. فبالتالي موضوع تحرير الموصل، الأسلوب الذي حدث في التحرير كان يجب أن يكون تدميريا، لأنه الهدف هو كسر إرادة المدينة، هو تحطيم المدينة. الموصل كانت هي القلعة الأخيرة في العراق التي كانت تقف أمام هذا المنهج، منهج الثورة الإيرانية، وهي الجهة الأخيرة التي كانت تعارض تنفيذه في العراق. طيب، نتائج لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل خرجت بأسماء وشخصيات كبيرة كانت متورطة بعملية سقوط الموصل بيد داعش الإرهابي، برأيك لماذا لم تتم محاسبة هذه الأسماء الكبيرة؟ حتى الآن لن نسمع بمحاسبة أي اسم من الأسماء التي ذكرت من لجنة التحقيق. طبعا التحقيق يعني يجب أن نعرف التحقيق كان تحقيقا سخيفا تافها ليس له أي قيمة قانونية، هذه هي الحقيقة. وإنما تم خلط الغث مع السمين بطريقة أصبحت مربكة جدا. وعندما أرسل هذا التقرير إلى القضاء، القضاء لم يستطع الاعتماد عليه أبدا وركنه على الرف. التحقيق القانوني شيء، وما حدث في لجنة التحقيق هو شيء ثاني مختلف عن هذه الأمور. فلهذا أنا أقول لا يمكن الحديث عن هذا التقرير، لكن نحن نتحدث عن نقاط أساسية. هناك قضايا يجب محاسبتها وفق القانون المدني، وهناك قضايا يجب محاسبتها وفق القانون العسكري. قانون العقوبات العسكري شيء، وقانون القوانين المدنية شيء ثاني. وبالتالي ما حدث لحد الآن أن وزارة الدفاع لم تحاسب أي من منتسبيها على هذه القضية. نعم. القضاء المدني لم يتقدم أي تحريك لدعوة لأي جهة حول هذه القضية.
الذي تحرك فقط هو يعني الشرطة الداخلية، القضاء في الأمن، محاكم الأمن الداخلي، هذه فقط التي حكمت على عدد 3 ضباط أو 4 ضباط بالسجن لمدة 2 سنين، أن يعني أنها اعتبرت هذه الجريمة هي جريمة إهمال ولم تعتبره إهمال جسيم، وإنما مجرد إهمال بسيط. هذا طيب. هو التقييم الذي قامت به كل هذه الأجهزة القضائية. طيب سيد أثيل، بما يتعلق بالملف الإنساني، عدة ملفات مرتبطة بهذا الملف، يعني الخطة أو بالأحرى مئات الآلاف من أهالي مدينة الموصل لا يزالوا نازحين، وحتى المخيمات لا زالت موجودة وتكتظ بالنازحين. هذا الملف لماذا أهمل بهذه الطريقة، ومتى سيلغى وتنتهي هذه المعاناة؟ طبعا هذا لا يعني غير مخصص فقط في الموصل، نحن نعرف أنه جوف الصخر الناس تعاني بنفس المعاناة، عدد كبير كثير من المناطق السنية، فبالتالي هو ليست فقط قضية الموصل، أنا كما ذكرت هي قضية القصد منها كسر إرادة لجزء كبير من الشعب العراقي وتمكين المؤمنين بالثورة الإيرانية من فرض سلطتهم ونفوذهم على كل العراق، هذا هو القصد. لهذا لم تحل هذه المشاكل في الموصل كما لم تحل في مناطق أخرى من العراق، بل على العكس نحن نجد أن بعض الجهات استفادت كثيرا من عملية هذا النزوح، جنت أموال طائلة، حتى الذين وتحدثوا باسم هذه الفصائل التي يعني قاتلت داعش هم تحولوا إلى أثرياء حرب وتحولوا إلى قادة سياسيين وتحولوا إلى وأخذوا المناصب بعد ذلك. فبالتالي هي العملية، هذه عملية سقوط الموصل، هي جزء من التغيير السياسي لا. الذي كان يجب أن يفرض على العراق في إثبات أو فرض منهج الثورة الإيرانية. طيب سيد أثيل، بسؤال أخير، أبرز أسباب عدم عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة نينوى وتحديدا بمدينة الموصل سواء القديمة أو غيرها، هناك نسب دمار كبيرة حلت بالمدينة، يعني تعتقد أن الحكومة الحالية قد تستطيع أن تنتشل هذه المدينة من هذه المعاناة؟ لا، بالتأكيد الحكومة لا تستطيع أن تنتشل هذه المدينة من هذه المعاناة، تمتلك الأموال ولو كانت تمتلك الإرادة حتى بإمكانها أن تفتح أبواب الاستثمار، تفتح أبواب مع يعني الاستثمار ولغرض نعم. إعادة البناء. أنا أعتقد أن أبرز الأسباب هو مقصود بكسر إرادة هذه المدينة، تحطيم ما قلت هي البقعة أو القلعة التي هذا المسار الذي سار عليه منذ عام 2003 ووصلنا، هذه المسار كان لابد من كسر. نعم، محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، وحق الرد مكفول لكل جهة واسم تم ذكره خلال هذا الحوار. سجل العراق 787 إصابة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن عدد المتعافين بلغ 259 شخصا، وبذلك يكون المجموع الكلي للمصابين 14268، وعدد المتماثلين للشفاء 5831، بينما بلغ العدد النهائي للوفيات 392 متوفى. وفي مؤتمر صحفي خول أعضاء مجلس النواب عن محافظة الديوانية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بما يخص منصب المحافظ ونوابه وجميع دوائر المحافظة.
نظرا للظروف التي يمر بها العراق العزيز بشكل عام ومحافظة الديوانية بشكل خاص، من ظروف صحية واقتصادية وتجدد التظاهرات في المحافظة بسبب تردي الوضع الخدمي والصحي، عقد أعضاء مجلس النواب لمحافظة الديوانية ومناقشة وضع المحافظة الحالي، وقد تم الاتفاق على ما يلي: أولاً، تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمعالجة وضع المحافظة فيما يخص منصب المحافظ ونوابه وكافة الدوائر في المحافظة بما لا يتعارض مع الأطر القانونية والدستورية. ثانياً، سنكون ساندين وداعمين كأعضاء مجلس نواب لأي قرار يتخذه السيد رئيس مجلس الوزراء داخل قبة البرلمان من أجل إنصاف محافظتنا العزيزة. حمل نواب عن محافظة واسط رئيس خلية الأزمة والقيادات الأمنية في المحافظة مسؤولية التقصير في العمل على مكافحة خطر انتشار وباء كورونا وتعريض الأهالي إلى خطر الجائحة. نحمل رئيس خلية الأزمة في محافظة واسط والقيادات الأمنية في المحافظة، ونطالب وزير الداخلية بإعادة النظر بالقيادات الأمنية وإجراءاتها المتخذة، ونحملهم المسؤولية الكاملة لتقصيرهم الواضح والكبير في عدم وضع الحلول المناسبة لتجنب المحافظة خطر انتشار هذا الوباء القاتل في المحافظة وكثرة الإصابات من دون الضرر بالمواطن الفقير، ونحذرهم من التهاون في تنفيذ واجبهم القانوني كونهم مسؤولون أمام الله وأمام أبناء المحافظة، وسنتخذ التدابير اللازمة في الحكومة المركزية لمعالجة الأزمة ومحاسبة المقصرين. وجه المدير العام لصحة النجف رضوان الكندي نداء تحذيريا إلى أبناء المحافظة من خطورة الفيروس، مشددا على ضرورة الالتزام بحظر التجوال المفروض والتعاون مع الكوادر الصحية والأمنية من أجل انحسار وباء كورونا. أؤكد لكم أن أخوانكم في دائرة صحة النجف الأشرف وكما عاهدوكم فما زالوا يقفون على الساتر الأول ويتصدون للفيروس وبكل ما يملكونه من عنفوان، ويتحرون عن الإصابات ويتابعون الملامسين، وإننا بكم ومعكم سوف نحد من انتشار الفيروس وأن نسيطر عليه كما سيطرنا في المرة الأولى، فقط نريد منكم أن تلتزموا بتوجيهاتنا وإجراءاتنا الصحية وفي مقدمتها الالتزام بإجراءات حظر التجوال والتعاون مع أخوانكم في الأجهزة الأمنية والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع بعضكم البعض وغيرها من الإجراءات الصحية وهي معروفة لديكم. صدر 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين شاركوا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، بينهم الفريق الركن جميل الشمري. نائب محافظ ذي قار حازم الكناني أكد في بيان له أن محكمة استئناف ذي قار قررت من جديد إصدار أمر قبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصرا بإمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، مشيرا إلى إصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث 26 من تشرين أول الماضي. أصدرت السلطات القضائية الإيرانية حكما بالإعدام بحق إيراني متهم بتقديم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان قاسم سليماني. المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قال في مؤتمر صحفي إن تنفيذ الحكم على محمود موسوي سيكون قريبا، موضحا أن المحكوم عليه أحد جواسيس CIA والموساد الذي ساعد في الكشف عن مكان سليماني بحسب قوله. تعددت وسائل الابتزاز الإلكتروني في المجتمع العراقي، ما دفع الأجهزة الأمنية في كركوك إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من تسوي له نفسه ارتكاب مثل هذه الأمور. جريمة الابتزاز الإلكتروني واحدة من جرائم عصر التطور والتكنولوجيا، ففي العراق بوجه عام ومحافظة كركوك على وجه الخصوص تنشط العصابات المنظمة التي تتخذ من ابتزاز الفتيات مصادر تمويل رئيسية لها. يعني إحدى الحالات اتصلت بي اليوم الليل الماضي يوم أمس بوقت متأخر من الليل، أخبرتني أنه
تعرض حسابها الى التهكير من قبل احد اضعاف النفوس. خلال هذه الفترة انه مواقع التواصل الاجتماعي تحدث بسبب الابتزاز الالكتروني. خلال هذا العمل المشترك والتنسيق المشترك يتم التوصل الى الفاعل، والاغلب نالوا جزاءهم العادل. شباب ورجال امتهنوا عمليات النصب والاحتيال بصور واشكال متنوعة، متخذين من جني الأموال مقابل التستر على الفضائح عاملا أساسيا في جرائم الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي. باحثون اجتماعيون يشددون على ضرورة تشريع قانون جديد يتضمن عقوبات قاسية لردع من يعبثون بخصوصيات الناس يتناسب وحجم الضرر النفسي الذي يتعرض له المجني عليه، وهذا ما أدى إلى تدمير كثير من البيوت وإلى قتل كثير من المراهقات، الذي لا يعني لخطورة هذه المسألة، فيرسلنا بعض الصور وبعض المواقف اللي هي غير أخلاقية، وبالتالي يبتزون هذه المراهقين، وبالتالي لابد من إصدار قانون للابتزاز الإلكتروني. ويعتبر الابتزاز الإلكتروني هو نتيجة الكبت ونتيجة المراهقة المتأخرة. انتشار البطالة والفقر أسهم في نمو عصابات الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى قلة الوعي الأمني لدى فئات المجتمع التي تستخدم الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي. من كركوك عبدالله العامري، يو تي في. ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 7,200,000 شخص. بحسب موقع وورلد ميتر المختص في رصد إصابات كورونا، فقد بلغ عدد وفيات العالم أكثر من 400,000 شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين 3,500,000 شخص في أنحاء العالم. وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس بنحو 1,000,000 إصابة. ناقضت منظمة الصحة العالمية نفسها بشأن انتقال كورونا من الأشخاص الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم، وذكرت عالمة الأوبئة في المنظمة ماريا فان كيرخوف في مؤتمر صحفي أن إمكانية انتقال كورونا من أشخاص حاملين للفيروس دون أعراض عليهم نادر جدا. يجب أن تركز الحكومات على المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض، فإذا عزلنا هذه الحالات ووضعنا المخالطين لهم في الحجر الصحي، فيمكننا بالتأكيد الحد من الفيروس، ويحتاج الأمر إلى المزيد من البحث من أجل تأكيد الدور الذي تلعبه حالات اللا أعراض وحالات ما قبل الأعراض في نشر الوباء. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران، من شأنها منعها تصدير الكهرباء إلى العراق. لجنة الدراسات لدى الحزب الجمهوري وبقيادة نواب بعثت بمقترح إلى الكونغرس الأمريكي تطالبه بمنع أي من الرئاسات مستقبلا باستثناء أي دولة تتعامل اقتصاديا مع إيران. تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة دعم حكومة الوفاق الليبية، ملمحا إلى أمكانية استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المشهد. وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيسين أردوغان وترامب بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا. وذكر البيان أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق السلام في ليبيا، مؤكدا دعم تركيا المتواصل للجهة الشرعية في ليبيا والمعترف بها دوليا. شارفت جهود إعمار جسر الحرية في الموصل على الاكتمال، لكن ذلك لا يحل معاناة الأهالي، حيث إن المدينة تعاني من دمار عديد من الجسور وسط غياب التخصيصات المالية وتلكؤ الشركات المنفذة في إعادة إعمارها. ثاني شرايين الموصل الذي يربط جانبيها الأيمن والأيسر شارفت جهود إعادة إعماره على الاكتمال بعدما تعرض للقصف حاله كحال جسور المدينة الخمسة خلال معارك استعادتها من سيطرة داعش الإرهابي. جسر اكتمل الحمد لله، وخلال أيام راح يفتتح
جسر مهم جدا بالنسبة لمدينة الموصل. مثل ما تعرفون أكثر أغلب جسور الموصل إعمارها صاير مؤقت، لكن هذا الجسر ممكن أن تمر عليه الحمولات الكبيرة، وبالتالي راح ينطي مجال واسع للحركة التجارية والحركة الإعمار للمدينة. أزمة خانقة في المرور وصعوبة في عبور السيارات الصغيرة والكبيرة والبضائع وحتى في تنقل المشاة سببها خروج الجسور عن الخدمة، فيما الحلول البديلة لم تخرج عن كونها جسورا عائمة أو ترقيعا للجسور الأخرى، وبالتالي فهي حلول أقل بكثير من حاجة ثاني أكبر مدينة في العراق. طموحنا كمديرية طرق جسور نينوى لا يرتقي إلى إصلاح الجسور القديمة، بل أيضا المضي قدما في إنشاء جسور جديدة، لأنه كما نعرف أنه مدينة الموصل من المدن يعني كثافة سكانية عالية يحتاج إلى أكثر من جسر. أكثر من 4 سنوات ونينوى تشكو تقطع أوصالها وتأخر إعادة البنى التحتية، فقد خسرت المدينة 73 جسرا ومجسرا حيويا في إثر حرب استعادتها من داعش الإرهابي، ليبقى الحال كما هو عليه لأغلبها في ظل تأخر جهود الإعمار. تأتي متأخرة خير من ألا تأتي، هكذا يصف الموصليون جهود إعادة الإعمار التي ما يزال جزء كبير منها يراوح مكانه بانتظار التخصيصات المالية. من الموصل محمد سالم، يو تي في. اختتم في البصرة المهرجان الدولي الإلكتروني الأول لمسرح الدمى، والذي نظمه على مدى يومين قسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة بمشاركة دول عربية وأجنبية، وتوج العرض المسرحي نمور بأحسن أداء صوتي لهذا العام. لقد انتشر مرض الكورونا في هذه الغابة، والسبب نحن لأننا لم نلتزم بالتعليمات الصحية. وهل بقي شيء لم يطغى عليه فيروس كورونا؟ ها هو الببغاء الصغير يستعد لأداء دوره حول الوباء الذي اختير موضوعاً رئيساً للمهرجان الدولي الإلكتروني الأول لمسرح الدمى بالبصرة. الببغاء تمكن من الفوز بجائزة أحسن أداء صوتي. حقيقة أنا سعيد جدا أنه اشتركت في هذا المهرجان، مهرجان دولي وأكيد مشاركات دولية، وقدمت من خلاله قصة قصيرة جميلة وهي عن موضوع الكورونا وسبب انتشار هذا المرض وكيف الوقاية من هذا المرض، إن شاء الله ينال إعجاب الجميع. الظروف الخاصة التي يمر منها العالم فرضت على المهرجان أن ينطلق إلكترونيا في نسخته الأولى بمشاركة عدد من الدول العربية بينها فلسطين والسعودية والمغرب والجزائر. الآن هذه الانطلاقة الأولى من خلال الأونلاين، أكيد هنالك ظرف خاص جدا يعاني منه كل بلدان العالم. بأدوات بسيطة ومتواضعة حاول هؤلاء المسرحيون أن يرسموا الابتسامة على محيا متابعيهم وحثهم على احترام قواعد السلامة الصحية، في انتظار أن يجد الببغاء الصغير وصديقه نمور أصدقائهم المحجورين بسبب كورونا. لا أحد يجيب، أين الأصدقاء؟ ولماذا أنت تخرج من هذه الغابة؟ أبحث عن الطعام لأنني جاء. ختام نشرتنا لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية، في أمان الله.